لحبيبك خير الخلق كلهم، ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجمها تجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي عبد الله وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في مسجد الأقصى وفي الحرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله خير.